حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة. والبداية مع صحيفة عكاظ، حيث كتبت مقالا تحت عنوان تفكيك ترسانة النظام أسهل من عقد مؤتمر جنيف 2. قالت فيه: أعلنت منظمة حظر السلاح الكيميائي أمس عزمها إرسال فريق ثان من المفتشين إلى سوريا. وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزمجو إنه سيتم إرسال فريق ثان من المفتشين إلى سوريا يضاف إلى الفريق المتقدم من الخبراء. وقال أوزمجو إن سوريا سلمت معلومات إضافية حول ترسانتها الكيماوية في 4 أكتوبر تشرين الأول، وفي السادس منه بدأت في تدمير أسلحة كيميائية من الفئة 3، بالإضافة لتعطيل مجموعة من المواد بهدف جعل كافة منشآت الإنتاج وأجهزة التعبئة غير صالحة للاستخدام بحلول الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. كما أعلن أنه سيوقع قريبا اتفاقا إضافيا مع الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والدعم اللوجستي للمهمة المشتركة بين منظمة حظر السلاح الكيميائي والأمم المتحدة. وفي هذا الإطار يؤكد دبلوماسيون وخبراء أن تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية سيكون أسهل من إقناع الحكومة السورية والمعارضة بالجلوس على طاولة واحدة للتفاوض في جنيف 2 على إنهاء النزاع. ويؤكد أحد الدبلوماسيين أنه حتى اللحظة لا يزال كل من الجانبين يعتقد أن بالإمكان حسم الحرب لصالحه، فيما يرى الخبراء اللامفاوضات قبل أن يصبح الطرفان منهكين بالكامل، وهو ما ليس حاصلا حاليا. إلى ذلك لا يعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن لقاءه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما يجب أن يكون فقط من أجل اللقاء، ولكنه من أجل تطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار بوتين بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال المؤتمر الصحفي في ختام قمة تعاون دول آسيا والمحيط الهادئ الاقتصادية والتي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، بأن التواصل الروسي الأمريكي مستمر عبر وزارتي الخارجية والدفاع، وأن الأوضاع مرضية تماما. موقع أخبار العالم كتب على صفحته الإلكترونية: أردوغان يبدي دهشته من إشادة الولايات المتحدة بالنظام السوري. لم يصدق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد امتدح النظام السوري لتعاونه في تدمير أسلحته الكيماوية، حيث قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والتي مدح فيها الرئيس السوري بشار الأسد لامتثاله للاتفاق المبرم حول تدمير الأسلحة الكيماوية السورية: كيف يمكن أن يقابل سلوك امرئ قتل 110,000 شخص بالمديح؟ لست على يقين بأن كيري قام بتصريح كهذا، وإلا فقد ناقض نفسه. وكان كيري قد قال خلال التصريحات التي أدلى بها للصحفيين عقب لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافاروف أثناء اجتماع التعاون الاقتصادي الآسيوي والذي يعقد في أندونيسيا: بدأت الوتيرة خلال فترة قياسية، نحن ممتنون لروسيا على تعاونها ولسوريا على التجاوب الذي أبدته. وأضاف كيري قائلا: بدء تدمير بعض الأسلحة الكيماوية بعد أسبوع واحد فقط من قبول قرار الأمم المتحدة يحمل في طياته أهمية كبيرة، وبصراحة يستحق النظام السوري الثناء على ذلك، فقد كانت تلك بداية جيدة ونحن نرحب بتلك البداية.
صحيفة البيان نشرت مقالا تحت عنوان واشنطن تصريحات كيري أسيء فهمها. قالت فيه: في تراجع عن الموقف الذي أبداه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وأثار استهجان المراقبين، أكدت الخارجية الأمريكية إساءة فهم تصريحات الوزير، موضحة أنه لم يشد برئيس النظام السوري وأن موقف الولايات المتحدة من الأسد لم يتغير، فهو فاقد لأي شرعية لقيادة سوريا. في حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بعثة تفكيك الترسانة الكيماوية السورية يجب أن تضم 100 عنصر لتنفيذ هذه المهمة غير المسبوقة، وأنها ستتم على 3 مراحل وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم. كما طالبت الخارجية الأمريكية بعدم إساءة فهم ما قاله وزير الخارجية الأمريكي وترحيبه بامتثال الرئيس السوري لخطة تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنه ليس في كلام كيري أي إشادة بالأسد. وشددت نائبة الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارب على أن الموقف الأمريكي من مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لم يتغير، وقد فقد كل الشرعية لقيادة سوريا، ونحن نعمل لعقد مؤتمر جنيف 2 الذي يجلس فيه الطرفان ويختاران باتفاق متبادل القيادة الانتقالية السورية. وفي سياق متصل قال مدير منظمة Human Rights Watch كينيث روس قبل التهليل والترحيب بتفكيك أسلحة سوريا الكيماوية والتي قتلت أقل من 2%، فلنركز على الأسلحة التقليدية التي قتلت أكثر من 98%. أعزائي المشاهدين، بالانتقال إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية والتي نشرت مقالا تحت عنوان حرب النظام السوري أنصاف حقائق وكذب كامل، قالت فيه: في أعقاب مذبحة الغاز السام في 21 أغسطس شن النظام في دمشق هجوما إعلاميا واسع النطاق، وكان ما وراء الخط الرسمي من الدعاية حملة ثانية قاموا بها ونظموها بشكل متقن لزرع الشك والارتباك وتحويل الانتباه بعيدا عن جرائم الحكومة السورية نفسها. ففي أواخر شهر أيلول ظهرت الفتاة روان قداح ذات 16 سنة على التلفزيون السوري لتعطي تفاصيل جهاد النكاح الذي أرغمت على ممارسته مع الجهاديين، في حين أن أهلها الذين لم يعلموا مكانها حتى الآن أكدوا بأنها اختطفت وأنها أجبرت على هذه المقابلة. وتضيف الصحيفة: حاول النظام ترويج فكرة جهاد النكاح ليقنع مؤيديه في الداخل ومنتقديه في الخارج بأن المعارضة هي وحشية وفاسدة، كما هو الحال مع الكثير من هذه القصص المزيفة الكثيرة لدى النظام السوري. وتتابع الصحيفة: ويستمر النظام السوري بفبركة قصص كاملة أو ناقصة حول إرهاب المعارضة نحو المسيحيين، حيث تم الترويج لهذه القصص على وسائل الإعلام الإيرانية والروسية فضلا عن الشبكات المسيحية، وأخيرا وليس آخرا الإعلام الغربي، حيث ظهرت فتاة مربوطة على عمود وقيل بأنها فتاة مسيحية في حلب قتلت تحت التعذيب على يد القاعدة، في حين أن الحقيقة أن هذه الصورة تعود لفترة ما كان النظام يسيطر كليا على مدينة حلب. وتضيف الصحيفة أيضا: حين قام النظام بالترويج لاستشهاد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في تفجير اتهم به المعارضة، سارعت الأخيرة إلى نفي هذا الكلام كليا، ومن ثم تظهر على الصورة أن المراوح والجدران ما زالت سليمة، وعوضا عن آثار التفجير
كان واضحا وجود فوارغ رصاص، كما أن الجثث كانت في غالبها ترتدي أحذية. موقع الجزيرة نت نشر مقالا لمحمد داود العلي تحت عنوان: هل ضمنت إيران مقعدا في جنيف 2؟ قال فيه: تبدي الولايات المتحدة حرصا على مبادلة إيران إشارات التقارب الدبلوماسي، وذلك منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني في أغسطس آب الماضي وإعلان نيته حل أزمة برنامج طهران النووي مع الغرب، وترجم ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي، اجتماع غير مسبوق بين وزيري خارجية البلدين في إطار ما يعرف بمجموعة 5+1، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا إضافة إلى إيران. ولم تتأخر طهران بالتلميح من جهتها بأن يشمل التقارب المستجد مع واشنطن ملف الأزمة السورية، رغم امتناعها في عهد الرئيس محمود أحمد نجاد عن الترحيب بالحل الذي اقترحه وزيرا خارجية روسيا وأمريكا صيف عام 2012 وعرف باسم جنيف 1. وتأكد ذلك عندما أبدى روحاني قبل أيام من قدومه إلى الولايات المتحدة استعداده عبر مقال في صحيفة واشنطن بوست يوم 19 سبتمبر أيلول الماضي لتسهيل الحوار بين النظام السوري والمعارضة في رسالة واضحة لصانع القرار الأمريكي. البارحة أرسلت واشنطن ما يشبه الرد على تلميح روحاني عندما قالت المتحدثة باسم خارجيتها ماري هارف: كنا واضحين في مرات عديدة بشأن دور إيران الهدام في الأزمة السورية، وننتظر من أي طرف يود إدراجه في مؤتمر جنيف 2 أن يقبل ويؤيد علانية بيان جنيف 1. لكنها خاطبت طهران أيضا قائلة: إذا كانت إيران مستعدة لتأييد بيان جنيف علانية فسنبحث إمكانية مشاركتها بشكل أكثر انفتاحا. ويحيل الموقف الأمريكي غير المسبوق المراقبة إلى إصرار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف على إشراك إيران في جنيف 2، وهو ما كرره قبل يومين على هامش اجتماع مجلس الدول البلطيق، وذلك عندما تحدث عن ضرورة توجيه الدعوة إلى جميع اللاعبين الخارجيين. وحول دلالات التغيير في الموقف الأمريكي، يرى محلل الشؤون الاستراتيجية الإيراني أمير موسوي أنه اعتراف بدور إيران الإيجابي والمؤثر في حلحلة ملفات المنطقة وضمنها ملف سوريا، ويذهب إلى القول إنه ثبت أنه لا حل بدون إيران نظرا لما تملكه من أوراق ودور تاريخي، وأن أمريكا حاولت زرع الخوف من إيران عبر تضخيم إيران فوبيا، لكنها اضطرت في النهاية إلى التنازل كما فعلت في العراق، وهي تسعى للتفاهم مع إيران حول الانسحاب الكامل من أفغانستان. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى الصحف التركية، نقرأ في وكالة أنباء الأناضول والتي عنونت في خبر لها اليوم: مفتي مصر السابق دعا لقتل مؤيدي مرسي في مقطع فيديو مسرب. أظهر مقطع فيديو مسرب تصريحات لعلي جمعة مفتي مصر السابق يخطب بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بقتل من أسماهم الخوارج، فيما بدا أنها إشارة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وعلى الأغلب الفيديو تم تصويره بعد فض اعتصامي رابع العدوية ونهضة مصر بالقاهرة والمؤيدين للرئيس المعزول. وقال جمعة في الفيديو المسرب:
موجها حديثه للحضور: اضرب في المليان، أطلق الرصاص نحو الهدف لتصيبه، إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، مضيفا: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم. وأضاف: إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، إنهم لا يستحقون مصريتنا، إننا نصاب بالعار منهم. واستطرد: ناس نتنة، ريحتهم وحشة في الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، يقولون الشرعية، أي شرعية؟ وفيما بدا أنه إشارة للرئيس المعزول مرسي، قال جمعة: الإمام المحجور في الفقه الإسلامي ذهبت شرعيته، والإمام هذا محجور عليه، يعني معتقل، والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء، فسقطت شرعيته إن كانت بقيت له شبهة شرعية، وهو لم تبقى له شبهة الشرعية. وقال المفتي السابق موجها لقادة الجيش قائلا: لقد تواترت الرؤى لتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل أولياء الله، وتابع: لا تخف بدعوى الدين، فالدين معك، والله معك، ورسوله معك، والمؤمنون معك، والشعب بعد ذلك ظهير لك. واستطرد المفتي: اثبتوا وانقلوا هذا الشعور إلى أهليكم وجيرانكم وأفرادكم وجنودكم، انقلوه وأشيعوه، نحن على الحق، سيهزم الجمع ويولن الدبر. وكان جمعة وجه انتقادات حادة لقيادات جماعة إخوان المسلمين الشهر الماضي، ردا على مهاجمة طلاب الجماعة له في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ووصفهم بأنهم خوارج. وقال جمعة في بيان سابق له: أقول لقيادات الخوارج في إشارة لقيادات الإخوان: لقد فشلتم في تربية أبنائكم وشبابكم، وعلمتموهم التكفير لا التفكير، والسب والقذف وقلة الأخلاق دون التقوى والسمت الصالح، وهما شعار العلماء وأهل الله. أعزائي المشاهدين، هذا وباعتبارنا جهة إعلامية محايدة، لا يسعنا بعد قراءة هذه التصريحات إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على علماء السلطة وعملاء المخابرات والشرطة والذين أساءوا إلى العلم وأهل العلم والدين. بالانتقال إلى صحيفة يين شفق التركية، وفي معرض لقاء الخارجية التركية وفدا من المجلس الوطني الكردي السوري، كتبت صحيفة يين شفق بعنوان: الخارجية التركية تلتقي وفد المجلس الكردي السوري. التقى مسؤولون في وزارة الخارجية التركية وفدا من المجلس الوطني الكردي السوري المعارض في أنقرة البارحة، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين ونصف الساعة تناول آخر التطورات على الساحة السورية، من ضمنها الهجمات المتواصلة التي تنفذها قوات النظام ضد المواطنين، وعملية تدمير السلاح الكيماوي، والاشتباكات التي تشهدها المناطق السورية الشمالية المحاذية لتركيا ومؤتمر جنيف الثاني. كما تناول الوفدان خلال المباحثات الوضع الإنساني في سوريا، واتفق الطرفان على خطورة الوضع الإنساني والمتزايد وتأثيره على الدول المجاورة، وتزايد الجهود التي بذلتها تركيا على الصعيد الدولي في هذا الإطار. من جانبه، أشار وفد المجلس الوطني الكردي إلى مساعيهم نحو تحقيق حقوق أكراد سوريا والعيش بمساواة مع المواطنين السوريين، مشددين على أن قرار الانضمام للائتلاف يظهر الإرادة
في هذا الاتجاه. بدوره أكد مسؤولو الخارجية التركية دعم بلادهم لانضمام المجلس الكردي لائتلاف قوى المعارضة السورية، مشيرا أن ذلك يسهم في تعزيز تمثيل الائتلاف لكافة أطياف الشعب السوري. وشدد المسؤولون الأتراك أن بلادهم ستستمر في تقديم المساعدات للسوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية، وأنها ستفعل ما بوسعها في هذا الإطار. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وهذه الجولة من حديث الصحافة. إلى لقاء قادم، ها أنا أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.